حفلة عمرو دياب ايه اللي التيكت بتاعها بيبتدي من 1500 جنيه لحد 10000 جنيه، وسمعت ان في ترابيزات لحد 100000 جنيه. ليه ان شاء الله يعني؟ بس انا يعني عشان الستارة الجديدة اللي هو لابسها مثلا، ولا لو ملست على الستارة دي هنقول البركة يعني، اللي هو لابسها دي لو ملست عليها هنقول البركة، ادفع 100000 جنيه عشان يعني املس على الستارة دي، ولا عشان حاسس على الاغنية الجديدة مثلا فالدنيا هتنضف يعني؟ يعني ايه السبب؟ انا عايز اعرف السبب عشان الموضوع غريب بصراحة. الموضوع غريب ومجنون يعني، 100000 جنيه بجد ولا رقم لحد دلوقتي مش مصدقه. فبس يعني يعمل له ممكن مقام يعني، حد يطلع ملس على البتاع وهتبقى زي الفل بصراحه. لا لا يعني حاجه كويسه بصراحه، انا مش عارف اتكلم بصراحه.